مرحبا، اليوم رح نعمل فتت الحمص. نحتاج خبز سوري طبعا مقطع مربعات بهالشكل. نحتاج حمص تقريبا كاسة، انا سلقتوها قبل. نحتاج نص كيلو من اللبن. نحتاج حمص مطحون 4 ملاعق. نحتاج للبهارات ثوم تقريبا نص ملعقة، نص ملعقة من الكزبرة ونص ملعقة من الكمون ونص ملعقة من ملح العادي ونص ملعقة من برش الليمون. نحتاج للتزيين زيت زيتون تقريبا 3 ملاعق، ونحتاج طحينية 3 ملاعق، عصير ليمونة، وللتزيين لوز. الخطوة الأولى أقوم بقلي الخبز بالزيت. هذا شكل الخبز بعد ما حمصنا. نبدأ بخلطة اللبن، نضع اللبن. طبعا أنا لأن اللبن عندي سميك رح أضيف له قليل من الماء. أقوم بتحريكه. بعدها أضيف طحينية وأقوم بالخلط. بعدها أضع الحمص المطحون. نضع الليمون ثم أضع البهارات مع الثوم. أحرك. خطوة ثانية، أقوم بوضع حمص. طبعا الحمص أنا بدي إياه يكون حار. أقوم بوضع على قسم من خبز. أقوم بوضع قليل من خلطة. أقوم بالتحريك. أضع الطبقة الثانية من الخبز. صلصة أوزعها على كل الخبز. طبقة الحمص على الوجه. اللوز المحمص، طبعا أنا حمصته. نزين بزيت الزيتون. هاي الفتة صارت جاهزة. صحة وعافية.